الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات، وجعل فيها أنهارا فجاجا وجبالا راسيات، أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات، وأنزل الغيث مباركا والفلك بالخير في البحر جاريات، خلق الحياة ليبلونا وكتب علينا الممات. نحمدك ربنا حمدا طيبا مباركا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، سميع بصير تستوي في سمعك جميع الأصوات، علي كبير لا تضرك المعصية ولا تنفعك الطاعات، وصلاة وسلاما على حضرة الحبيب المحبوب المعصوم من الشهوات، شمس الدجى قمر الليالي الحالكات، المحمود اسمه وباسمه تستنثر الرحمات، المأمول حبه وبحبه تتضاعف الحسنات. يقولون طه لا يجيب وينفع، من بالقيامة يا لبيب شفع، من يأتي يخترق الصفوف بعزته، لواء المحامد يوم القيامة يرفع، مغيث وغياس ولا غياس غير، ولا غوث إلا إذا أولاه الله الشفاعة يشفع، من الرحمة المهداة للخلائق يا فتى، من تراه بالقيامة يجير وينفع، عروس القيامة والوسيلة داره، وليس لمحمود المقام يوم القيامة منازع. اللهم صلاة وسلاما عليه يا سيدي يا رسول الله. أيها السادة الكرام، هيا بنا لتسبح الأرواح عالية في سماء القرآن صوت قارئ كريم ابن كرام وعلما ودوما من الأعلام، فخرق الراء محافظة القليورية، قيم بكفر أبو زايد مركز ومدينة شبين القناطر، فضيلة القارئ الشيخ فضل محمد فضل أو فضل إبراهيم فضل، فليتفضل فضيلته مشكورا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض،
والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وقضي
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها
وقال لهم خزنتها سلام عليكم حتى إذا جاء وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم. سبحانك يا ربنا أنت غافر الذنب فضلا قابل التوب وعدا شديد العقاب عدلا. غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، قابل التوب لمن رجع إلى مولاه، شديد العقاب لمن عصى. وهكذا أيها السادة الكرام، لقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، استمعنا إليها من قارئ الكريم فضيلة القارئ الشيخ فضل إبراهيم فضل علم التلاوة المقيم بكفر أبو زايد مركز مدينة شبين القناطر القليوبية. سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة عبر أسير إذاعتنا الخارجية والهندسة الصوتية دارة المهندس محمد عمر المقيم بكفر عجيبة مركز هوية شرقية. تسجيل التلاوات وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي. مخرج هذه الليلة الذي يمتعنا بها كل صباح وليلة مهندس ناصر صلاح، عميد مصور الليالي القرآنية مقيم بمركز مدينة الزقازيق داخل قصور الضيافة المتنقلة كبرى مخازن الفراشة وكبرى محطات الديزل ولؤلؤة الأنوار دارة أولاد أبو سعيد المقيم بمركز مدينة منيا القبر. تقديم واجب الضيافة بفئة وحبيبة إدارة المتر أحمد عز المقيم ببني ريش مركز منيا القبر. أيها السادة الكرام، باسم العائلة الكريمة أسرة الراحل الكريم بالإجماع وأبنائه الأكارم، تقدمون بأسماء آيات الشكر والتقدير إلى كل من أتى مشاركا ومؤديا لهم الواجب في ليلة التكريم الوالد الكريم.